فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل حضور خطبتي الجمعة هو أمر واجب، أو أن الواجب هو الإنصات إذا حضر؟ نعم، حضور خطبتي الجمعة فيه فضل عظيم، يسعوا إلى ذكر الله، قالوا ذكر الله هو الخطبة، ففيه فضل عظيم لا يفرط فيه الإنسان، يقول ما دمت أدرك الصلاة يكفي هذا، لا، أدرك الخطبة والصلاة إذا كنت تريد الأجر. نعم.